خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية. يقول الأمريكي مارك توين: إذا كان الأسى في قلوب الآخرين يحزنك فأنت إنسان، فما بالكم إن كان هؤلاء الآخرون سوريين أشقاء وأتراكا أصدقاء، زلزلت الأرض تحت أسرتهم الوادعة وهم نيام، في لحظة مرعبة خلفت آلاف الضحايا وملايين المشردين، وأثبتت مجددا أن الإنسان ضئيل ضئيل ما يزال أمام قوى الطبيعة القاهرة. قلوبنا معهم جميعا، وليت القادرين منا يمدون أيديهم بالعون لجهات الإغاثة الإنسانية الدولية التي تسابق الزمن لإنقاذ العالقين تحت الركام. لم أقرأ تعبيرا أدبيا عن الآلام الإنسانية الممضة التي يصيب الزلزال بها بني البشر كهذه القصيدة للشاعر المصري أحمد علي سليمان: خيم الموت فهل من مهربي، وله الأحياء أندى مطلبي، فالبنايات على الأرض هوت والعمارات كغيث صيبي، وإذا بالأرض فورا زلزلت، رب سلم من دمار مرعبي، وإذا بالناس فوج يمنة ثم فوج يسرة كالجندب، وإذا بالخوف يعلو صوته، وإذا الصرعى أتوا في موكبي، وإذا في كل قلب حسرة ودموع العين لما تنضب لما تنضبي، وإذا في كل نفس كربة ليس يمحوها بريق المنصب، وكنوز الأرض لا تغني أبا ذرف الدمع ولما يذنب، لكن الزلزال أردى أهله في ثرى الوادي السحيق الطيب، وكذا الأم يعنيها الجوى في بنيات كمثل الكوكب، وكذا الأخت بكت إخوانها حين زارتها طيوف الغيب، وكذا ابن ذووه جندل عندما لم يكن من مذهبي، وإذا العمر انتهى حل الفنا ومضى عيش كبرق خلبي. لكننا، وهانذا أقولها وأؤكد عليها، لكننا نقدر على مواصلة الحياة لأننا نؤمن برحمة الله، ولولا يقيننا هذا لمزق الأسى قلوبنا على أنفسنا وعلى الآخرين. يقول اليوناني العظيم نيكوس كازانتزاكس: قلت لشجرة اللوز حدثيني عن الله يا أختاه، فأزهرت شجرة اللوز. حزمة الأخبار تأتيكم بعد قليل من القاهرة عاصمة الخبر. We'll be right back.
أكدت روسيا اليوم أن قواتها تتقدم باتجاه باخموت وفوجليدار في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، معتبرة أنه تقدم ناجح. وفي الوقت نفسه تطالب كييف الدول الغربية بمضاعفة المساعدات العسكرية. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن المعارك في الوقت الحالي تتقدم في فوجليدار وباخموت، محذرا الدول الغربية من أي دعم عسكري يقدم لأوكرانيا، فمن شأن تلك المساعدات أن تصعد النزاع تصعيدا لا يمكن توقعه. الآن ينضم إلينا عبر تطبيق سكايب من موسكو الدكتور رامي القليوبي، الأستاذ بمعهد الاستشراق. من الذي يحذره شويغو يا سيدي؟ في الواقع التحذير الروسي ليس وليد اللحظة، بل هو يعتبر أن واشنطن هي التي تحفز أوكرانيا على مواصلة القتال عن طريق سواء تزويدها بالأسلحة الأمريكية أو بالضغط على بلدان الاتحاد الأوروبي حتى تنضم إلى صفها، وبالتالي توفير تلك الأسلحة لأوكرانيا حتى توصل الأعمال القتال بدلا من الجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة. حين يتحدث عن تبعات لا يمكن توقعها، هل القوس مفتوح؟ هل يمكننا أن نفكر في تفعيل الترسانة النووية مثلا؟ لابد من التفرقة بين السلاح النووي الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحقيق نوع من التوازن في العالم، وبذلك هو سلاح ردع وليس للاستخدام الفعلي، لأن استخدامه هو بمثابة انتحار، لأنه في حال أطلق على أي دولة نووية فهي سترد بضرب مماثلة، ما يعني أنه سيتم تدمير البلدين. لكن هناك أيضا عفوا يا دكتور رامي، أنا مهتم جدا بما تقول، لكن عفوا، أوكرانيا ليست دولة نووية. أوكرانيا ليست دولة نووية، ولذلك كنت أنتقل إلى الشق الثاني من الإجابة والخاص بالسلاح النووي التكتيكي الذي يعد نظيف بيئيا بين مزدوجين إذا جاز التعبير، حيث أنه لا يؤدي إلى تدمير دول كاملة، ولكن استخدامه في أوكرانيا هو من وجهة نظري غير وارد لسببين رئيسيين. أولهما أنه سيؤدي إلى تلويث بعض المناطق وستصبح غير مأهولة، فماذا ستستفيد روسيا حتى إذا سيطرت عليها بهذه الطريقة؟ فبالتالي لا معنى له من وجهة النظر الاستراتيجية. والسبب الثاني هو أنه خلق السابقة لاستخدام سلاح نووي في نزاع إقليمي سيعني أن العالم أجمع سيستيقظ في واقع جيوسياسي جديد وسيشكل سابقة خطيرة، وهي هذا ليس من مصلحة لا روسيا ولا أي دولة كبرى. وهناك نقطة أخرى أظن أنها أيضا في غاية الأهمية يا دكتور رامي، ذكرتها أنت على شاشاتنا من قبل عدة مرات، وهي متعلقة بأنه الروس يعتبرون الأوكران أبناء عمومة. بالتأكيد، لأن الروس والأوكرانيون والبيلاروس هذه هي الشعوب السلافية الشرقية. هناك أيضا سلافيون غربيون مثل البولنديون والسلوفاك والسلافيون الجنوبيون أمثال السرب والماكدون، ولكن بالتأكيد هناك قواسم كثيرة مشتركة بين الروس والأوكرانيين مثل الديانة الأرثوذكسية المسيحية، وهم بالمناسبة يحتفلون بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير، شأنه في ذلك شأن الأقباط في مصر، وهو التاريخ المعتمد لدى الطوائف الشرقية. وعلى مدى قرون عاش الروس والأوكرانيين ضمن دولة واحدة، الإمبراطورية الروسية أولا ثم الاتحاد السوفيتي، وبالتالي يعني الآن عمر الدولة الأوكرانية هو يبلغ نحو 31 عاما فقط، وهذا عمر بسيط جدا لعمر الدولة. أخيرا سيدي الكريم، شويغو أيضا تحدث بنصف ابتسامة متهكمة عن أنه القوات الروسية تطحن الأسلحة الغربية التي يمد الناتو بها أوكرانيا، تطحنها طحنا. في تصورك
أي نوع من الرجال هو وزير الدفاع الروسي؟ حينما يقول ذلك فإنه يعنيه أم أنه يرفع معنويات الروس في أوكرانيا؟ أعتقد هذا يندرج أكثر ضمن الحرب النفسية بين روسيا وأوكرانيا. روسيا تسعى لتصوير الأمر وكأنها كادت أن تدمر جميع الأسلحة الغربية القادمة إلى خط التماس، بينما تسعى أوكرانيا هي الأخرى للتضخيم في عدد الدبابات الروسية المحروقة، وحتى تقيم في كييف معرضا للغنيمة العسكرية. سيدي الكريم، هناك أيضا هذه الأنباء حول التقدم إلى بخموت وفوجليدار. هذا التقدم الذي تعتبره الدفاع الروسية أنه مرضي للغاية، ما الذي يعنيه على أرض الميدان؟ على أرض الميدان هذا يحقق لروسيا بعض الانتصارات التكتيكية، وهذا يندرج ضمن معارك الكر والفر. على مدى عام كامل نحن نسمع أنباء عن سيطرة روسيا عن بلدة أو حتى مدينة ما ثم الانسحاب منها، وكذلك الحل مع الجانب الأوكراني. وكل هذه الانتصارات سواء كانت من الجانب الروسي أو الأوكراني هي انتصارات تكتيكية، بينما على المستوى الاستراتيجي لا يزال الجانبان غير قادرين على إلحاق هزيمة كاملة أحدهما بالآخر. دكتور رامي أشكرك شكرا جزيلا. الدكتور رامي القليوبي الأستاذ بمعهد الاستشراق. شهدت فرنسا اليوم موجة ثالثة من إضرابات ومظاهرات احتجاجية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد ورفع سن الإحالة للمعاش إلى 64 عاما، ويعارض مشروع القانون عدد كبير من السكان. ودعت النقابة العمالية الفرنسيين للنزول إلى الشارع بأعداد كبيرة السبت المقبل. الآن ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من العاصمة الفرنسية باريس عبد الغني العيادي، المستشار السياسي بالشؤون الأوروبية. أهلا بك أستاذ عبد الغني، يسعدنا أن تكون معنا سيد الكريم. ما فهمناه أنه القول الفصل سيكون للمجلس التشريعي، ما الذي يريده الناس وما الذي تريده النقابات؟ الضغط على المشرعين؟ تحياتي إليك سيدي، تحياتي لشعبنا بمصر. نعم، دور النقابات والمركزيات النقابية حاليا وحتى الأحزاب السياسية من خارج المؤسسة النيابية هو الضغط حتى تعطي القوة النفسية والقوة السياسية اللازمة للبرلمانيين من داخل المؤسسة التشريعية لممارسة حقهم في رفض هذا التعديل. في كل مراحل تمرير أي تعديل أو أي قانون إلا ويكون الممثلون ممثلو الشعب المنتخبون من داخل المؤسسات محتاجون إلى هذا الضغط، وهذا الضغط غالبا ما يعطي فقط هذا النفس، مع العلم بأن نقاش القانون أو مشروع القانون بدأ فعليا اليوم بالمؤسسة التشريعية وسيستمر لمدة أسبوعين. ستستمر فيه النقابات والمركزيات النقابية وحتى الأحزاب السياسية بالضبط من خارج المؤسسة لإعطاء هذه القوة. ما فهمناه أيضا يا أستاذ عبد الغني أنه النقاش الذي سيستمر للمدة التي تفضلت بذكرها هو نقاش فني دقيق. سنة الزيادة في الخدمة تؤدي إلى توفير كذا من المال، يعني الأمر ليس لعبة سياسية يمكن للهتافات أن تغيرها، الأمر فني دقيق كما قلت لك. الأمر سياسي بالدرجة الأولى، ليست هذه أول مرة ترفض فيها الشعوب الفرنسية، نتحدث عن شعوب وليس فقط الشعب الفرنسي، في 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 يعني في اختلاف مشاربه. ليست هذه أول مرة، تذكروا معي في سنة 1995 نزل ألان جوبي رئيس الحكومة آنذاك بمشروع مماثل، وخرجت الجماهير
إلى الشوارع وضغطت بما تملك من قوة لتأتي بعدها مرحلة 1997 حينما حل جاك شيراك الرئيس الفرنسي آنذاك البرلمان والحكومة، يعني لنرى قيمة وقوة الخروج، خروج الجماهير إلى الشوارع. أما كونها مناقشات فنية هي أكثر منها مناقشات حول مضمون ماذا يريد هذا الشعب، هل يريد فقط أن يشتغل وأن يعمل، أي أن يقزم حياته ووجوده إلى لكونه عاملا أو موظفا يشتغل طول حياته، أم أنه في وجوده يحتاج لشيء آخر من الحياة، من الكرامة، من الأعمال الغير مادية، من أسألك يعني من أستاذ عبد الغني نعم سؤالا وأرجو أن تغفره لي، ما موقف الجالية العربية من هذا السجال؟ الجالية العربية جزء من الشعوب الفرنسية ولهذا التي طلبت منك تحدثت أن عنها. تغفر لي السؤال. نعم، الجالية العربية تعتمد المواطنة، مواطنة الإقامة، بما أنها توجد فوق الأراضي الفرنسية وهي أيضا جزء من هذا التعديل، فهي عاملة ومشتغلة وتستفيد من هذا المعاش، وقد تمسها بل وتمسها أكثر مما تمس المكونات المجتمع الأخرى، وسأشرح لكم ذلك، وهذا تفضل مهم جدا تفضل. وهو عنصر أساسي فيما يناقش به المعارضون هذا التعديل. هذا التعديل يضر بالضرورة يعني تقنيا وأوتوماتيكيا بالعمال البسطاء، بالذين يشتغلون في أعمال شاقة، الذين لا يمكن لهم أن يأملوا في حياة أطول مما يأمل فيها الموظف مثلا في الإدارات والذي ليست له مشاق، بمعنى هذا التعديل يمسهم أكثر، يمس الطبقات الشعبية الكادحة أكثر مما يمس الطبقات الوسطى، وهذا ما موقفهم يجعل موقف الرفض أم القبول؟ موقف الرافض طبعا هم جزء لا يتجزأ من المركزيات، نعم وفي المركزيات النقابية شخصيات خارجية، يعني شخصيات أجنبية كثيرة جدا، ويعني من أعظمها بل من أشدها شراسة في مواجهة أي تعديل يمس بالطبقة العاملة، بل وأن تركيبة تفضل يا فندم، آسف تفضل إذا سمحتم أرجوك هذا أرجوك. معلومة يعني جميلة وغريبة في نفس الوقت، حتى المهاجرين الغير شرعيين خرجوا في هذه المظاهرات، مظاهرة اليوم، وقد أرسلت قبل قليل فيديو صورته في مظاهرة باريس عن تجمع المهاجرين غير الشرعيين وهم في المظاهرات مع بقية العمال. وهي مفارقة مذهلة في الحقيقة أستاذ عبد الغني، أتفق معك في ذلك. تركيبة المجلس النيابي الفرنسي تميل به إلى أي اتجاه سيدي؟ هناك توازن، هناك توازن في الحسابات. قبل قليل كنت في مكالمة هاتفية مع أحد المسؤولين السياسيين بحزب اليسار الفرنسي. حقيقة هناك توازن، لكن هناك نوع من الميل إلى الضغط على الغير منتمين يعني الوحدات الكبرى في هذا المجلس، أي وحدة الجمهوريين ووحدة رونيسونس، وحدة السياسيين التابعين لماكرون. أما اليسار فهو أيضا هناك نصف نصف، ويبقى بعض النواب البرلمانيين، ولهذا نعم العمل لن يتوقف بالنسبة للمعارضين، لن يتوقف عند هذه المظاهرات، مظاهرات اليوم أو مظاهرات يوم السبت المقبل التي ينتظرون منها عددا أكثر من اليوم، ومظاهرات يوم الأربعاء بعد يوم السبت، مظاهرات الفلاحين. هناك مظاهرات أيضا للفلاحين يوم الأربعاء بباريس، وهم يعني يقسمون بأغلاد الأيمان بأنهم سيحبسون كل الطرقات وكل الممرات في باريس. الحقيقة أستاذ عبد الغني، ولأنني من أسرة فلاحية، لا أستطيع أن أفهم ما الذي يريده الفلاحون باعتراضهم هذا، لأنه الفلاح يظل فلاحا مدى حياته.
لكن أيضا هم متضررون كثيرا جدا بكل السياسات، وليس فقط السياسات نعم المتعلقة بالتقاعد. نعم هم متضررون اجتماعيا، متضررون في بفرط يعني ارتفاع الأسعار وقلة الصادرات. هم صحيح متضررون كثيرا صحيح وينتظرون أيضا تحسين أوضاعهم، وهم حينما ينزلون إلى الشوارع مثل المشتغلين بوسائل النقل لهم قوة عظيمة، دون خاصة شك إذا دون شك، علمنا أن هؤلاء الحداثة هم في فرنسا مصدر الخبز اليومي يا سيدي. هم سؤالي مصدر الأخير، الخبز اليومي، والفلاحة مقدسة عند الفرنسيين طب حينما يمس وعندنا الفلاح. نحن العرب كذلك سيدي. طبعا سؤال طبعا سؤال أخير أستاذ عبد الغني، هل هذا رهان استقالة، رهان يسحب الثقة من الإدارة الفرنسية، أم أنه يمر حتى لو انكسرت إرادة ماكرون؟ هناك احتمالين. الاحتمال الأول وهو أن ينتصر أن تنتصر الجهاز أن ينتصر الجهاز التنفيذي في لم شمل الغير المنتمين وأخذ الأغلبية ثم تمرير ذلك بشكل ديمقراطي. واحتمال آخر، احتمال خطير جدا وهو وارد أيضا، وارد جدا، وهو استعمال المادة 49-3 والتي يعني تلتزم فيها الأجهزة التنفيذية ويلتزم فيها الجهاز التنفيذي بمسؤوليته، يمرره دون نقاش. لأن بعد هذا النقاش ماذا سيحدث تشريعيا؟ كيف يتم من داخل المعارضون حينما يرون بأن هناك أغلبية سيحاولون تمرير أكبر عدد ممكن من ليزاموندمون بالفرنسية بمعنى التعديلات الداخلية بآلاف المؤلفة، حتى يجعلوا من التعديل بطيئا، وتكون الحكومة مضطرة لاستعمال 49-3، مادة 49-3. وإذا استعملت المادة 49-3 وليست أول مرة تستعملها، حين ذاك سيكون للشعب أظن قولا آخر، لأنه لا يحب أن يرغم على شيء هو يرفضه بالبت والمرة. ويسقط ماكرون. هل سيسقط ماكرون؟ هناك انتخابات برلمانية أوروبية قادمة في 2024، والانتخابات الفرنسية الرئاسية في 2027. هناك ترتيبات لهذه الانتخابات في ظل هذا الصراع. هناك ترتيبات نعم. لهذه الانتخابات، نعم هناك ترتيبات، وهناك شخصيات تحاول أن تبرز، بما فيها الوزير الأول السابق تحت رئاسة ماكرون منذ يومين أو ثلاثة يكثر ظهوره على الساحة السياسية، وهناك شكوك بأنه يريد العودة إلى الرئاسة. إذن أستاذ نعم عبد هناك الغني، هو رهان وجود أو عدم للإدارة الفرنسية، هذا فائق الأهمية، سنتابعه معا دون شك. شاكر جدا للأستاذ عبد الغني العيادي المستشار السياسي بالشؤون الأوروبية. اختتمت في القاهرة ورشة الحوار السوداني تحت شعار آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع. وعقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوى المشاركة في الحوار، وقع المشاركون وثيقة للتوافق السياسي، كما تم إصدار بيان ختامي أكد على تواصل لجان الحوار بل أكد على توصل لجان الحوار إلى توافق سياسي حول ما تم بحثه، ومنها التوافق على عمل تعديلات في تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، بهدف تكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات وتكوين حكومة منتخبة. وكذا انطلقت اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية 5+5 بالقاهرة بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا وممثلين عن السودان وتشاد والنيجر وبعض الأعضاء من اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي. وخلال الاجتماع أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن اللجنة العسكرية المشتركة حققت تطورا إيجابيا، مشيرا إلى أنه عقد لقاء مثمرا مع السفراء في السودان وتشاد والنيجر، وأنهم أعربوا عن استعدادهم لدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، وأضاف أنه سيذهب للسودان وتشاد والنيجر لاستكمال خروج المرتزقة من ليبيا،
موضحاً أنه يتم العمل على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالتطور السياسي. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة إلى سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد. من جانبه أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس المصري، مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. كما وجه الرئيس المصري بتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية للشعب التركي الشقيق لتجاوز آثار الكارثة، وذلك في اتصال هاتفي بين السيسي وإردوغان، فيما قدم الرئيس التركي الشكر للرئيس المصري على هذه المشاعر الطيبة، مشيرا إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والتركي. في ذات السياق وجه الرئيس المصري بإرسال 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا دعما لشعبي البلدين بعد زلزال يوم أمس. الآن ينضم إلينا من أنقرة الزميل عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية. عمر، مرحبا بك زميلي الكريم، ودعنا نرحب كذلك بخليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية في دمشق. أهلا بك خليل. أبدأ من أنقرة، الوضع حاليا وميدانيا ما هي تفاصيله يا عمر؟ نعم محمد، في الحقيقة آخر الأرقام الرسمية المعلنة 5434 ضحية و 31,777 جريح حتى الآن. هذه هي الحصيلة الأخيرة حقيقة. بدأنا في الساعات الأخيرة نلاحظ أن الأرقام بدأت تقفز بشكل مخيف حقيقة محمد. ما السبب بالنسبة لأعداد الضحايا؟ و السبب هو الوصول إلى أعداد أكبر من الضحايا، والوصول وصول قوات ويعني فرق الإنقاذ بشكل أكبر. عندما بدأت تركيا، عندما حصل الزلزال، كانت فرق الإنقاذ بحوالي 10,000 عنصر تقريبا. نحن الآن نتحدث عن قرابة 40,000 عنصر، إن كان من الفرق التركية وكذلك الفرق التي جاءت للمساعدة من الدول الأخرى. حاليا في تركيا يعمل قرابة 40,000 عنصر في فرق الإنقاذ والبحث عن يعني الأشخاص الذين تحت الأنقاض. يعني هناك حاليا 5,475 منزل أو بناء حقيقة تدمروا في هذا الزلزال، وكذلك هناك بلاغات عن 11,000 بناء مدمر ولكن فرق الإنقاذ لم تصل إليهم حقيقة. من بينها محمد يا عمر كما قرأنا بسيط، ولكن قلعة غازي عنتاب التاريخية. نعم، قلعة غازي عنتاب حقيقة تاريخية بشكل كبير، لدرجة أنها ليس لها يعني إلى أي عهد تعود بالضبط، ولكن تقول المؤرخون يقولون بأنها تعود إلى 6,000 عام. هذه القلعة تاريخية جدا، تدمرت في هذا الزلزال للأسف الشديد. وكذلك هناك يعني جوامع أخرى في مدينة قهرمان مرعش تاريخية أيضا تدمرت. هناك الكثير من القلاع، المناصب أو الأمور التاريخية في هذه الولايات العشرة حقيقة. نحن نتحدث عن 10 ولايات تركية كان يسكنها قرابة 13.5 مليون إنسان. سأعود إليك عمر، تشردوا أو بالطبع حياة إنسانية واحدة أهم من كل آثار العالم
سأعود إليك بعد قليل، لكن الآن أعاود الترحيب بزميلي خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية في دمشق. خليل، يعني طبعا نحن نعزي أصدقائنا الأتراك، لكننا نعزي أشقائنا السوريين في مصابهم الأليم كذلك. ما آخر المستجدات لديك أخي الكريم؟ أهلا محمد. بالنسبة لآخر الإحصائيات التي صدرت من الجهات الرسمية السورية بأن عدد القتلى في مناطق سيطرة الحكومة السورية هو أكثر من 860 قتيل وأكثر من 1600 جريح. أما في مناطق شمال سوريا وبالتحديد في مناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية الموالية لتركيا في مناطق ريفية حلب وإدلب، فإن الأرقام كما ذكر زميلنا عمر بدأت تتصاعد بشكل قفزات. في يوم أمس كنا نتحدث عن كل ساعة وأخرى حوالي 10 إلى 20 قتيل، اليوم وخصوصا في ساعات المساء بدأت الأرقام تقفز من 800 قتيل إلى أكثر من 1200. إذن هناك 400 قتيل تم العثور عليهم خلال الساعات، خلال تقريبا عدد من الساعات المساء. وهذا الأمر يعود إلى أن فرق الإنقاذ بدأت جهودها تتضاءل في الحصول على ناجين أو مصابين أو جرحى، بل من تصل إليهم فيهم في أعداد الموتى. هذه الأرقام تبعث على الرعب إذا ما فعلا ثبت الحديث الذي يقول بأن لا تزال مئات من العائلات إن كان في مناطق الشمال السوري أو في محافظة حلب. قبل قليل تم الإعلان أن عدد القتلى بلغ في محافظة حلب حوالي 364 وفي محافظة اللاذقية حوالي 457. وجهود الفرق التي وصلت اليوم إلى سوريا إن كانت من الجزائر أو من روسيا ومن العراق ومن لبنان تعمل إلى جانب الفرق السورية والمتطوعين السوري من الهلال الأحمر ومن الجهات المحلية ومن المجتمع الأهلي والمجتمع المحلي في تلك المناطق، لكن هذه الفرق ما يعيق عملها هو عدم وجود الآليات الهندسية المتخصصة في إزالة الأنقاض وفي بالنسبة للكوارث. هذا بسبب العقوبات يا خليل فيما أفهم. نعم، بسبب العقوبات، وكما تعلم اليوم سوريا منذ أكثر من 12 عاما تخوض حرب، والعدد الأكبر إن لم أقل أكثر من 60 إلى 70% من الآليات التي تمتلكها الحكومة السورية، الآليات الهندسية التي هي بالحقيقة ليست متخصصة في هذه الأعمال، أعمال الكوارث وغيرها، لكن هي تستخدم في أعمال الإنشاء والطرقات وغيرها. لكن هذه الآليات بالنسبة للتابعة للحكومة السورية ولشركات خاصة فقد ذهب أكثر من 60 إلى 70% منها خلال فترة الحرب، وما بقي تحت سيطرة الحكومة السورية وفي المؤسسات الحكومية السورية هذه الآليات أيضا تعاني من مشاكل الصيانة وعدم توفر قطع التبديل. كما تعلم هذه الآليات إما قادمة من دول أوروبية أو قادمة من دول أخرى، ولكن بسبب العقوبات المفروضة على سوريا اليوم ليس فقط تلك الآليات والقطاع الهندسي يعاني، بل الطامة الكبرى في القطاع الطبي إن كان في المشافي التي دمرت وخرجت من الاستثمار. ويكفي أن نشير إلى أن أكبر المشافي في منطقة الشرق الأوسط وهو في حلب تم تدميره بشكل كامل. كل هذا الضغط بقي العدد السكاني اتجه إلى المشافي الأخرى، والضغط التي على المشافي أثر وعطل كثير من الأجهزة الطبية والتي لم تسلم حتى هذه الأجهزة من العقوبات الأمريكية ومن قانون قيصر، ولم تصلها أي قطع صيانة. وقبل تقريبا حوالي شهر صدر بيان من وزارة الخارجية السورية يطالب الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بفك الحصار عن كامل العقوبات على سوريا وبالتحديد في القطاع الطبي الذي شملهم العقوبات الأمريكية. اليوم وقبل تقريبا حوالي ساعة من الآن طالبت وزارة الخارجية السورية المسؤول الأمريكان بتحري الدقة في تصريحاتهم عندما صدر تصريح مساء اليوم من المسؤول الأمريكي يتحدث عن أن سوريا ليست معاقبة من ناحية الإنسانية والطبية، ولكن إذا كان هناك الأجهزة الطبية والمواد الطبية والأدوية هي تخضع للعقوبات، فأي قانون وأي انفتاح بالنسبة للحكومة السورية هذا إذا ما أردت أن تحاكمهم بالمنطق يا خليل، لكن هم لهم منطق خاص من نوع خاص. سأعود إليك لأسألك
ما الذي يريده أهلنا السوريون منا من الجماعة العربية وبوابة الإنسانية فتحت الباب لعلاقات كانت مقطوعة لفترة طويلة أو على الأقل يدار لها الظهر؟ سأعود إليك يا خليل، لكنني أذهب الآن مرة أخرى إلى زميلي عمر أحمد في أنقرة. عمر، تركيا دولة ثرية نسبيا طبعا قياسا إلى الحال السوري الأليم، هل تستطيع الاعتمادات التي أقرها الرئيس إردوغان، هل تستطيع إطفاء نار هذه الكارثة الإنسانية المؤلمة؟ حقيقة محمد، لا يمكن لأي شيء تفعله السلطة التركية اليوم أن تطفئ هذه النيران التي سببها هذا الزلزال. المصاب أكبر بكثير من أن يتم تداركه. حقيقة نحن نتحدث عن يعني دمار كبير جدا، وآلاف المواطنين مشردين، الضحايا والنازحين والمصابين بالآلاف أيضا. الرئيس أردوغان في اليوم الأول كذلك ذكر أن لا يمكننا معرفة إلى أين سوف ترتفع أرقام الضحايا والمصابين في هذا المصاب الجلل. حقيقة يعني الحكومة التركية تحاول اليوم أن تخفف قدر الإمكان، ولكن الجرح الذي أصيب به المواطن التركي حقيقة كبير وكبير جدا. لذلك باقي المواطنين الأتراك إن كان من اسطنبول، من إزمير، من أنقرة، من مختلف المدن التركية، هرعوا إلى المطارات، إلى مراكز الحافلات، يريدون الذهاب إلى المناطق المنكوبة. وأسمع أيضا يا عمر أنه بنوك الدم أمامها طوابير تريد التبرع. هذا صحيح بالفعل. الرئيس هلال الأحمر التركي قال بأن يعني الإقبال الكبير على التبرع بالدم جعلنا نكتفي حاليا، ولكن يعني نؤكد لمواطنينا بأن يستمروا بعمليات التبرع، لأننا سوف نحتاج للدماء مع استمرار ارتفاع أعداد المصابين والموجودين تحت الأنقاض. لذلك يعني هناك حالة تضامن كبيرة جدا حاليا، محاولة لتخفيف هذا الألم، ولكن يعني الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض إن كانوا هم أو من ينتظروهم في الخارج حقيقة في ظروف جوية سيئة جدا وطقس خارس. ما درجة الحرارة في المناطق المنكوبة يعني لديك يا عمر؟ أقل من صفر درجة، يعني هناك بعض المناطق وصلت إلى ناقص 5 درجات تحت الصفر. نحن نقف أمام الكاميرا لمدة نصف ساعة فنشعر بالبرد قارس حقيقة، ولكن هؤلاء أكثر من 46 ساعة الآن موجودين تحت الأنقاض، لا يستطيعون أن يحركون شيء من جسدهم. لذلك الوضع حقيقة مأساوي، وخصوصا في ولاية هطاي. كذلك ولاية هطاي تقطعت بها السبل منذ اليوم الأول، مطار ولاية هطاي تضرر كثيرا وأصبح خارج الخدمة، والطرق المؤدية إلى الولاية يعني تصدعت كثيرا وأصبحت غير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى الصقيع الموجود على الطرقات. كذلك تؤدي كل هذه الأسباب إلى عدم إمكانية الوصول إلى المناطق المنكوبة والأبنية المنهارة. هناك رسائل وصلتنا بشكل شخصي حتى يعني لنشرها إلى السلطات بأن هناك أشخاص تحت الأنقاض، لا يوجد أي فريق وأي شخص من فرق الأنقاذ يعني قادمون ويهتمون بهذه الأبنية. يا عمر، لا يملك المرء الوضع مأساوي جدا، هذه المأساة الإنسانية ثقيلة الوطأة إلا أن ينحني بقلب كسير. ما الذي في يدنا كي نفعله يا عمر إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هؤلاء وأن يتغمد ذويهم برحمته؟ عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة، سنظل معك صديقي الكريم لمتابعة التطورات، لكنني أعود الآن بسؤال أخير إلى زميلي خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية في دمشق. خليل، ما هو الانطباع لديك في دمشق عن
الإنسانية التي أدفأت علاقات كانت باردة في السابق؟ محمد، ربما أن هذه المصيبة أعادت خطوط التواصل بين سوريا وبعض الدول العربية ومنها بالتحديد مصر. وقبل قليل صدر عبر وكالة الأنباء السعودية بيان من الديوان الملكي السعودي بأن السعودية سوف تقدم مساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا وتحديدا جوية. فإذا اليوم من هذا الكلام يشعر جميع السوريين، كان في مناطق سيطرة الحكومة السورية أو المناطق خارج سيطرة الحكومة السورية، بأن الجسد العربي هو لهم ويحس في مأساتهم ويحس في آلامهم. كل المساعدات اليوم التي وصلت تقريبا حوالي 10 إلى 12 طائرة حتى هذه اللحظة قدمت من العراق وقدمت من الإمارات وقدمت من مصر ومن الجزائر، وقبل تقريبا حوالي ساعة من الآن وصلت طائرة ليبية وهي الأولى، والجميع يعلم ما تعانيه ليبيا. فإذا العرب اليوم يحسون بما يحس به المواطن السوري الذي هو بالأساس يعاني ما يعانيه من ويلات الحرب على مدى 12 عاما. ولا ننسى أن نذكر بأن المساعدات أيضا قدمت من إيران ومن روسيا، وخلال الساعات القادمة هناك طائرة قادمة من أرمينيا وطائرة تصل صباح غدا من الهند. اليوم الانطباع في الشارع السوري عادة إلى حد ما أنه لا يفيدك إلا أبناء جلدتك وأبناء قوميتك وأبناء عروبتك. فاليوم الشارع السوري لا نريد أن نتحدث بالسياسة ونحن في مأساة إنسانية. البعض تحدث ما جرى لسوريا من بعض الدول العربية، ولكن اليوم هذه المصيبة عسى أن توحد العرب من جديد وتوحد السوريين قبل غيرهم من جديد لنبذ كل فرقة السياسة لنعود إلى إنسانيتنا أكثر. والله أخي الكريم لا أملك إلا أن أقول آمين بعد دعائك هذا، ولعل أرواح الضحايا الطاهرة التي صعدت إلى بارئها قبل ساعات تحمل لنا رسالة توحد وسلام نحتاجها أمس الحاجة يا خليل. شاكر جدا خليل هملو، أود منك على المستوى الشخصي أن تنقل تعازية وتعازي زملائي أيضا الحارة لأهلنا في سوريا، وكذا أنت يا عمر تعازينا لأصدقائنا الأتراك. سنواصل مشاهدي الكرام تأمل هذا المشهد لكن من زاوية فنية محضة فيما أتمنى. ما الزلزال؟ لماذا هو مدمر هكذا؟ كيف بكل ما لدينا من تكنولوجيا، بكل ما نستطيعه من ذهاب إلى القمر وسير على سطحه، بأقمارنا الصناعية، بأدوات استشعارنا، بتقدمنا الذي نظنه مهولاً، كيف يباغتنا هكذا؟ هنا القاهرة عاصمة الخبر. هنا القاهرة عاصمة الخبر. ما تزال تداعيات زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا ووسط وجنوب تركيا مستمرة، فبعيدا عن الهزات الارتدادية التي لاحقت الناجين من الزلزال، بدأت الجهود الدولية تتركز حول إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة لكل من سوريا وتركيا. فوفقا للتقارير بلغ عدد الدول التي تقدم مساعدات حوالي 70 دولة. أيوة ما شاء الله ما شاء الله. هيك البابا حكي يا بابا. قتلى ومصابون بالآلاف، دمار هائل بأكثر من 10 مدن بين سوريا وتركيا. عشرات الآلاف أصبحوا مشردين في العراء حتى اللحظة، وسباق مع الزمن لانتشال الأحياء تحت أطنان من الأنقاض.
مهزات ارتدادية تلاحق الناجين. شهدت مبان من طوابق عدة تنهار في ثوان معدودة أمام كاميرات البث التلفزيوني المباشر. هذا بعض مما خلفه زلزال القرن الذي ضرب مناطق من شمال غربي سوريا وجنوب ووسط تركيا. فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد المتضررين بزلزال سوريا وتركيا قد يكون 23 مليونا، بينهم نحو 5 ملايين في وضع ضعف، حيث أكد خبراء وباحثون بأن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها أن يقع زلزالان في مركزين مختلفين في وقت واحد، ما جعل آثاره مدمرة وهزاته الارتدادية واسعة النطاق. وتتضافر الجهود الدولية حالياً لإيصال المساعدات الكافية لكل من سوريا وتركيا ومواجهة الكارثة الإنسانية الأكبر منذ عقود، لتصل أعداد الدول التي قررت إرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية عاجلة إلى 70 دولة، فيما بدأت العديد من فرق الإنقاذ الدولية العمل في المناطق المنكوبة من سوريا وتركيا في ظروف جوية صعبة. يشرفنا الآن من استوديو النيل في القاهرة سعادة الدكتور عماد كمال، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. مرحبا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور عماد. كنت قد علقت سؤالا قبل الفاصل فيه قدر كبير من الدهشة. نتصور أننا نحن البشر لدينا التطور التكنولوجي الخارق الذي يجعلنا سادة الكوكب بين قوسين، فإذا بالكوكب يذكرنا أننا لسنا سادته يا دكتور، الكوكب يذكرنا بأننا ما زلنا إن أراد هو ما زلنا أضعف منه بكثير يا دكتور عماد. هل تتصور بالفعل أن هذه صورة صحيحة؟ صحيح. الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، قال الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا. أولا وجه تعازي لأخواننا في سوريا وفي تركيا جرى هذه الكارثة المأساة طبعا، وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرحم الشهداء، يرحم الضحايا، وأن يعافي المصابين أو المصابين أو الجرحى. بالنسبة طبعا الإنسان خلق الإنسان ضعيفة، وده طبعا قال الله تعالى أن الله طبعا على كل شيء قدير، فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، صحيح، وهرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان وما لها يوم يزيد تحدث أخبارها. نعم، بأن نعم. ربك أوحى له سبحانه وتعالى، هو الذي أوحى. إيه أوحى له. دكتور عماد، لماذا ما لدينا من قدرة تكنولوجية هائلة على الاستشعار وأقمارنا الصناعية والمجسات الأرضية إلى آخره، لماذا تفاجئنا الزلازل؟ الزلازل هي هزة أرضية مفاجئة تحدث في الطبقات القشرة الأرضية نتيجة الصدوع. قال الله تعالى أيضا والأرض ذات السطع. نعم، أقسم سبحانه وتعالى بأن الأرض ذات السطع، أي أن الأرض كلها صدوع في القشرة الأرضية تحدث نتيجة الطقر الناجمة من باطن الأرض. فمهما بلغ العلم من تقدم وتكنولوجيا، فطبعا في حدود لابد أن نعترف بها. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فطبعا مهما بلغ العلم من تقدم وتكنولوجيا، فهذا طبعا قاصر في حدود لا طبعا لا بد. ونعم بالله يا دكتور، والله يعني لا تمام. لا أحد يملك إلا أن ينحني لكلام الله، لكن أنا سؤالي كان فنيا. دعنا تمام. نذهب إلى بيروت حيث تنضم إلينا عبر سكايب تمام. الدكتورة مارلين البراكس مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء. يا دكتورة، فنيا لماذا نظل عاجزين عن التنبؤ بالزلازل رغم ما لدينا من تطور تكنولوجي نظنه فائقا؟
مساء الخير سيدي الكريم لحضرتك وللمشاركين معك وكما لكل المشاهدين. بالأول بحب كمان أوجه تعزيه لأهالي الضحايا بدولة سوريا ودولة تركيا، وبتمنى الشفاء العاجل للمرضى، والله يلهم الصبر لأهل الموتى يا رب. هيدا الموضوع هو صحيح، بضل عنا السؤال كبير ليش ما بنقدر، ولكن هيدا علم الزلازل هو علم فتي، يعني علم ما صار له أكثر من 100 سنة، وبالتالي بعدن البحوث والدراسات عم بتنبش على طرق مثل ما تفضلت حضرتك وقلت مشان نقدر نعرف ولو قبل بثواني بحدوث الزلزال، ولكن للأسف هالدراسات بعدها لهلأ ما وصلت لطريقة ثابتة وشافية إذا بدنا بتدلنا على حدوث الزلزال قبل ثواني. بيصير في أوقات ظواهر غريبة بتدل أنه ممكن يصير وراها أي حدث زلزالي، وبمناطق بيصير هالحدث، ولكن هي ذات الظواهر أوقات بتصير ترجع بذات المناطق وما بيصير وراها أي زلزال. هيدا لأقول أنه عم بيحاولوا، يعني كل هالعلماء والباحثين بعلم الزلازل عم بيحاولوا يلاقوا طريقة، ولكن للأسف بعدنا عاجزين لتاريخ اليوم أنه نلاقي طريقة مشان نتوقع حدوث الهزة. وبس عم بقول توقع أنا هون، يعني عم بقول توقع بدقة، يعني تاريخها وقتها موقعها، لأنه أنا هلأ في تصورك دكتورة مارلين. نعم. سيأتي على الإنسان حين من الدهر يصل فيه إلى تكنولوجيا تجعله يتوقع أنه هذه المنطقة سيحدث فيها زلزال بعد سنة ونصف الساعة كذا، يعني بهالدقة الساعة كذا، ولكن أكيد بده يجي يوم. هلأ أيمتى هاليوم على أيامنا؟ لأنه نحن إذا منشوف قبل كيف كان يصير الرصد وكيف كانت ما حدا يعرف ليش عم بتهز الأرض، ونحن هلأ كيف في عنا أجهزة إنذار مبكر من الزلازل، هيدي ما كان معقول واحد يفكر فيها قبل عشرات السنين. صحيح. بس هيدي منا كافية، هيدي نظام الإنذار المبكر من الزلازل هو منه نظام عم بيتوقع حدوثه، هو عم بيكون الهزة صارت ولكن عم بستفيد من التكنولوجيا ومن المعدات اللي عندي إياها والموجودة حد بؤرة الزلزال مشان نبه البعاد عن بؤرة الزلزال إنه جايين أمواج مدمرة. يعني هيدا النظام ما بيفيد الناس الموجودين بموقع الهزة تماما، ولكن رح بيفيد الناس الموجودين على 200 أو 300 كيلومتر بعاد عن الهزة، وبالهزات الكبيرة ده حضرتك تقصدين. نعم. موجات تسونامي التي يتسبب فيها الزلزال. كلا، لا فضلي. عم بحكي عن موجات الزلزالية، موجات التسونامي، يعني موج البحر موجة تسونامي هيدا غير موضوع إذا بتحب بنحكي فيه بعدين. بس موجات الكسر بس يصير بالأرض رح يسبب انتشار لطاقة بشكل موجات تمشي بالأرض، بنسميها موجات زلزالية. هالموجات هي أنواع، في أنواع منها سريع وهيدا اللي بيمشي بالأول، وبيجي وراء نوع تاني من الموجات الزلزالية بتبقى أبطأ بطيئة، ولكن هي هيدي الموجات اللي بتسبب الدمار الكبير. نظام الإنذار المبكر من الزلازل رح بيستفيد من هالفرق السرعة بين الموجات الأولية الخفيفة والموجات الثانية المدمرة مشان يبلغ المواطنين اللي على بعد كيلومترات من بؤرة الهزة انه انتبهوا احموا حالكم في موجات مدمرة وصلت لكم. صحيح. ولكن عم بأكد انه بتكون الهزة صارت ما بكون عم بتوقع وسببت الضرر في مركزها، لكن نعم. يمكن أن نحذر الأطراف، وهي بداية مهندسة مارلين، بداية جيدة جدا. وهي بداية أو هي تطور لم يكن في البال ولا في حسبين عشرات السنين قبل. صحيح. صحيح. بس لا، سأعود إليك سيدتي كي نتحدث عن موجات تسونامي التي قالت مواقع التواصل الاجتماعي، وحضرتك تعرفين جيدا أنه هذه المواقع
يعني يحلو لها أن تضخم الحبة وتجعل منها قبة، رغم أنه في كارثة إنسانية مرعبة. أضافوا إلى هذه الكارثة الإنسانية المرعبة أنه موجات تسونامي في البحر المتوسط وكل مدن المتوسط ستغرق إلى آخره. يعني أنا لا أعرف كيف يجد هؤلاء الناس ضميرا يكذبون به بينما الناس يلقون بارئهم نتيجة الزلزال. أمر مؤسف. سأعود إليك، لكن الآن أعود إلى الدكتور عماد كمال في استوديو النيل. دكتور عماد، ما نفهمه بعقلنا غير المتخصص إنه الأرض التي نعيش عليها، سطح الأرض مكون من صفائح، هذه الصفائح تتلاطم أحيانا وبعضها يدخل تحت بعض وهذا هو سبب الزلازل، هل هذه صورة صحيحة يا دكتور؟ وهل هناك طريقة ما لكي نعرف إنه هناك فالق في هذه المنطقة وإنه هذه منطقة زلازل توضع باللون الأحمر؟ في هذه الحالة نجعل المنازل من نوع خاص مضاد للزلازل، هل هذا معمول به ما يسمى بالكود الزلزالي يا دكتور؟ تمام، مظبوط حضرتك. طبقة القشرة الأرضية طبعا مكونة من 6 ألواح تكتونية. هذه الألواح تتحرك في اتجاه البعض، سواء منها كان تباعد أو تقارب حسب موقعها طبعا الجغرافي. فنجد أن منطقة الأناضول هي منطقة محصورة بين اللوح الأوراسي واللوح العربي مع الإفريقي كمان. يعني اتجاه اللوح العربي والإفريقي متجهين نحو الشمال، بيضغطوا على منطقة الأناضول ديت من ناحية الجنوب في اتجاه الشمال، بينما أوراسيا اوريدي بتضغط من ناحية الشمال، فهي محصورة بين الاثنين. يعني منطقة كده منطقة مطحونة يعني، أو مطحنة بين اللوحين سواء كان الشمالي والجنوب. هذه المنطقة تتأثر طبعا بزلازل، حدث زلزال في 2020. هذا الزلزال كان 6.7 ريختر بس، لكن مأساته أو كان عبارة عن 30 قتيل فقط، ضحايا فقط لا غير، بينما وده كان موجود في منطقة الشرق. لكن الحدث بالأمس وزلزالين كبار جدا، كان 7.8 و7.7 على مقياس ريختر، فدوت أدى إلى كارثة. كارثة هذه الكارثة ديت إن هذا الفولت اللي هو أناضول فولت دوت، أناتوليان فولت دوت، تمتد 300 كيلومتر على طوله 300 كيلومتر او يقرب من اكثر من ذلك. بينما يعني حصل بعد زلزال سيزمستي نجد انها على طول هذا الفولت. بعد زلزال الثاني اللي هو 12 و25 دقيقه 24 دقيقه امبارح دوت، حصل ان ازاحه كمان امتدت. الفولت دوت كان حوالي 100 كيلومتر من الزلزال الاول. ده معناه ان الاستريس دوت انتقل من مكان لاخر، بجانب ان الازاحه تمت ازاي؟ تمت في اتجاه الشمال الغربي. نعم تمام، عمودي على الفولت اللي الاساسي، فده ادى الى كارثه ناحيه تركيا وليست ناحيه سوريا في بعد هذا الزلزال. انتقلت هذه القوه وإن كانت هناك الى 200 كيلو الى 200 آثار مدمرة كذلك في الشقيقة السورية. يا دكتور أشكرك شكرا جزيلا. دكتور عماد كمال محمد، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. ما نريده منك يا دكتور والله أن تدعو بالرحمة للضحايا وبالصبر والسلوان لذويهم، وبأن يوفق الله فرق الإغاثة في إنقاذ المنكوبين العالقين تحت الأنقاض. شكرا جزيلا دكتور عماد. الآن تنضم إلينا من دمشق الدكتورة نضال شقير، أستاذة قسم الجيولوجيا وقسم علم الزلازل بجامعة دمشق. أهلا وسهلا الدكتور نضال شقير. أنا آسف جدا يا دكتور نضال. دكتور نضال، إن كان من المعروف إنه هذه المنطقة على هي منطقة زلازل نشطة، إن كان هذا معروفا، أنا لا أعرف، حضرتك تقول لي لماذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة؟ أتحدث هنا عن الكود الزلزالي الذي تبنى على أساسه
البيوت إلى آخره. تفضل يا دكتور، وأعتذر مرة أخرى عن الخطأ في الاسم. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً بكم. الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى. يا رب. حقيقة نحن بسوريا حديثاً بدأنا بموضوع تشكيل المركز الوطني للزلازل والمعهد العالي للزلازل، وبدأنا تطبيق النظام الكود الزلزالي الحديث تقريباً بالعام 2004-2005. قبل هذا العام كانت هناك يعني عمل المهندسين على تطبيق الكود، لكن في هناك كان خلل في هذا الكود. لكن يا دكتور نضال، أنتم تعرفون إنه هذه منطقة حمراء زلزاليا منذرة بالخطر؟ تماماً. يبدو لدينا بعض يعني التجاوزات الضعيفة التي كانت تتم. أحياناً مسموح تعمل 5 طوابق، يتم تجاوز طابقين زيادة، أو لا يوجد دراسات تفصيلية في بعض الأماكن. لذلك تم دفع الثمن للأبنية القديمة والعشوائية التي كانت موجودة في سوريا. لكن من عام 2004 حتى هذا التاريخ التزمنا بالكود العالمي والكود العربي السوري الزلزالي. ذلك الأبنية المقامي من هذا التاريخ هي تحملت حقيقة هذا الزلزال، لكن الأبنية هي التي أصابتها الكارثة مع الأسف. وهناك عدد كبير من الأبنية التي تهدمت على أصحابها. ما رأيك يا دكتور أن تقدم لنا اجتهادك فيما يتعلق بالسؤال الرئيسي في هذه الفقرة، وهو لماذا نحن البشر بكل ما لدينا من تكنولوجيا نتصور أنها متقدمة يعجزنا التنبؤ بحركة صفائح القشرة الأرضية؟ يعني التنبؤ حقيقة من الصعب التنبؤ بالزلزال، لأن هذه الطاقة التي تتجمع ولا ندري متى يعني تندفع هذه الطاقة بشكل سريع. فتجمع الطاقة من الصعب حقيقة أن نعلم متى تحدث هذا الزلزال. التنبؤ موضوع نسبي، هناك مؤشرات يمكن أن تدل على قدوم زلزال، لكن التاريخ والوقت من الصعب التنبؤ به. اليوم والوقت الحالي ضمن قاعدة البيانات الأكبر يفضل أن نقوم بإجراءات السلامة والاستقرار الزلزالي للمنشآت، وهذا أهم من صحيح. موضوع التنبؤ صحيح. كان حديث اليوم على سبيل المثال اليابان، تحدث هزة في اليابان بحدود 7 درجات إلى 8 درجات والجميع مستقر ولا يعني يخاف ولا يهاب هذا الأمر. لذلك لجأت اليابان إلى موضوع استقرار الزلزال للمنشآت الأبنية أهم من موضوع التنبؤ بالزلزال. أحسنت يا دكتور، لكن ماذا نصنع حوارينا العربية القديمة والبيوت التي تكاد تكون من معالم تاريخنا؟ ماذا نصنع فيها يعني؟ الحقيقة يعني يجب أن هلق البناء القديم يجب أن يكون هلق تدعيم أو تقييم جديد حتى لا يعني يتهدم أثناء أي زلزال لا سمح الله قادم. ما هو قديم يجب إعادة يعني تأهيله، لكن الجديد يجب الانتباه له صحيح. بشكل كامل، لأن الزلازل ستحدث ما دامت الأرض موجودة. الزلازل عبارة عن تنفس لهذه الأرض، تمام؟ الأرض تتنفس على شكل زلازل وبراكين، إذا الزلزال موجود قولا واحدا بدرجات مختلفة، وما دامت الأرض موجودة والشمس موجودة، لكن يجب علينا أن نأخذ الاحتياطات اللازمة والواجبة لسلامة الأبنية والمنشآت، وهذا أمر أعتقد أنه جيد وقادر الإنسان يقوم به، مثل اليابان وحتى تركيا عندها إمكانيات جيدة في موضوع سلامة المنشآت والاستقرار. صحيح، لكن للأسف الشديد لم تنفعها. يعني يبدو أنه الأرض تقول لنا ما زلت أنا أقوى من ما لديكم من معرفة ومن طاقة ومن تكنولوجيا إلى آخره. قبل أن أذهب مجدداً إلى الدكتورة مارلين البراكس في بيروت،
نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خريطة تفصيلية بالزلازل التي وقعت في كل من سوريا وتركيا، بالإضافة للهزات الارتدادية التي تبعت وقوع الزلزالين الرئيسيين، والتي وصلت إلى 78 هزة ارتدادية ضربت 10 ولايات تركية ومناطق واسعة من شمال غرب سوريا بما فيها مدينة حلب. وتقدر الخسائر الأولية للزلزال من 30 إلى 50 مليار دولار. ونرى إن نحن تأملنا هذه الخريطة نرى تقارب نقاط الزلزال، وأحب أتمنى أن تكون الدكتورة مارلين قد اطلعت على هذه الخريطة وهي على شاشتنا الآن. حين نتحدث يا دكتورة مارلين عن حزام الزلازل، ما الذي نعنيه تحديدا، ولماذا تكون هناك منطقة فيها عمران ممتد من آلاف السنين لكنها تقع على حزام زلازل؟ لماذا يعني يصر البشر على تعمير منطقة تقع على حزام زلزالي؟ لأنه هي أجمل المناطق. الزلازل هي اللي بتخلي الأرض حلوة، الجبال هي نتيجة الزلازل. إذا بتطلع بالدول، أجمل دول إذا بنسمح لحالنا نقول من الدول الأجمل، طب ما أقول أجمل دول، هي الدول الأكثر شيء معرضة للزلازل. طبيعتها حلوة، بنبلش بلبنان، بتركيا، باليونان، بإيطاليا. هيدا إذا بتروح على المناطق اللي ما فيها زلازل بتلاقي أغلبها صحراء. ما السبب يا دكتور؟ ما السبب؟ لأنه عنا هالحركة اللي بالأرض بين الصفائح، عم بيصير عنا تكون جبال من وراء هالحركة، عم بيصير عنا تكون وديان من هالحركة، والإنسان دايما بينبش على الأماكن الحلوة ليقعد فيها، فبيرجع بالأخير بيقعد على حزام الزلازل اللي تفضلت وقلت عن حكيت عنه بالأول. حزام الزلازل هو الحدود بين الصفائح التكتونية، يعني هي وين منلاقي الفوالق. فبالتالي مشان هيك عم نشوف من ميلي عم بيرقدوا العالم يتوجهوا ليقعدوا بالمناطق الحلوة، بس هالمناطق الحلوة هي يعني عم بحكيها شوي بطريقة مش كتير علمية بس حقيقية. يعني إذا بنطلع نحنا بنروح بنقعد على طرف جبل، ليه؟ لأنه عنا منظر حلو. صحيح. بنروح بنقعد. صحيح. فبالتالي بس هيدا الجبل كيف تكون؟ تكون لأنه بهالمنطقة في فالق، في يعني والإنسان بالأخير هو اللي بيقتل حاله. يعني أنا في عمر بطريقة تقاوم للزلازل، في أقعد بمنطقة تكون معرضة للزلازل، بس المهم يكون أنا أعرف الخطر مزبوط. يعني ما أكون عم بعمل underestimation، يعني كيف بدي اقولها بالعربي، يعني تقدير أقل من الواقع، أقل مما هو. صح. إذا أنا أخذت التقدير الحقيقي وأخذته بعين الاعتبار بدراسة المبنى تبعي، ما عندي أي مشكلة. والدليل يا دكتورة مارلين نحن في معظمنا فقراء يا دكتورة، ونبني لا لكي نقي أنفسنا شر زلزال يمكن أن يقع أو لا يقع، نبني لكي نقي أنفسنا شر الشمس والريح ليس أكثر. يعني نعم سيد الكريم، ولكن إذا نحن منتطلع ومنشوف أدي الكلفة الإضافية المعقول نحن نحطها بمبنى لتكون مقاوم للزلازل، ما بتتعدى 2-3% من قيمة المبنى كاملة. يعني فبالتالي نحن بس نجي نتكلف بهالموضوع الزيادة اللي هو مبلغ بسيط، يعني بس كون أنا عم ببني، وبالأغلبية نحن بنشتري الشيء خالص، يعني ما بنكون نحن اللي عم نبني، فالكلفة علينا رح تكون بسيطة، رح بتكون أقل بكثير من الكلفة اللي رح بتكون علينا بس يصير في أي ضرر. سيدتي الكريمة، أرجو أن تغفري لي لأن الزملاء يخطرونني بأننا سنذهب الآن لمشاهدة كلمة لنائب الرئيس التركي، أظن أنها بالتأكيد تتعلق بجهود الإغاثة والإنقاذ. كل الفرق والأفراد من كل الأجهزة بما في ذلك الأجهزة الأمنية وأيضا منظمات المجتمع المدني الفعالة الآن في الساحة، العدد الإجمالي هو 60,218 فردا بما في ذلك أفراد الفرق الصحية يعملون الآن فعليا في الساحة في الميدان. جاء
كلهم يعملون باستمادة في الميدان ويواصلون أعمالهم. كنت ذكرت الدول 2400 فريق إضافي سيأتي من خارج البلاد، وإلى جانب ذلك أيضا ضمن فرق البحث والإنقاذ من تركيا ما يقارب 1500 فريق بحث وإنقاذ إضافي سينضاف إلى الفرق الأخرى العاملة في الساحة. والأفراد الذين تم توظيفهم وتوجيههم إلى منطقة الكوارث أفدتكم بذلك قبل قليل. طبعا هنا قوات الجندرمة والقوات المسلحة التركية بأفرادها وعناصرها ضمن تنسيق من وزارة الدفاع، وأيضا المتطوعون وأيضا الإسعافات الجوية داخل ضمن هذه الأعمال، وأيضا قوات الدعم وعناصر الدعم والوزارات داخلة ضمن هذا الإطار. كنت ذكرت محركات العمل والجرافات والرافعات، كانت هناك حاجة إلى الرافعات الونشات. الآن حاليا عدد الرافعات المتواجدة في الساحة ما يقارب 750 حسب الحصيلة الأخيرة، وكل منها يقدم المساعدة ويسهل أعمال فرق البحث والإنقاذ بشكل كبير. طبعا إلى جانب ذلك الجرافات والرافعات والشاحنات وغيرها من المحركات تعمل بحرص. إلى جانب ذلك أيضا المطارات كلها بدأنا استخدامها، لا سيما مطار هطي سهل أعمالنا كثيرا على المستوى اللوجستي. المركبات الجوية وصلت إلى ما يقارب باتت رقمها 36 مروحية، إلى جانب الطائرات التي نزلنا بها إلى الميدان، وحركات خطوط الطيران مستمرة تستمر طوال الليل. المحركات التي لها رؤية ليلية ما يقارب 17 مروحية تواصل عملها ليلا أيضا. وبشأن ذلك أيضا سأذكر لكم التفاصيل أيضا. نوصل المروحيات والمركبات هذه إلى الساحة بشكل سريع. بخصوص المستشفيات كنت ذكرت لكم البيانات، لا يوجد هناك أمر فارق. الأماكن التي تم تأسيس مستشفيات ميدانية فيها والتي تم تأسيس مستشفى ميداني جزئي فيها، هنالك هذه المستشفيات تقدم خدماتها، هذه متواجدة في مرش وهطاي وأضيمن وديار بكر. نقيم المرحلة والتطورات بشأن هذا كله. أما بشأن الإيواء فوزير التربية والتعليم كان أفاد وأفدت بشأن الوضع في الجامعات والإيواء في الجامعات. وما جاوز 301 سرير ووحدة تصلح للسكن، ووزارة الشباب والرياضة تقدم ما يقارب 150 ألف سرير ليصبح المجموع ما يقارب 451 ألف سرير. طبعا هنا خارج مناطق الكوارث هذه أيضا ما يقارب 1,100,000 نطاق للمبيت سرير في المحافظات ابتداء من اليوم، وكما هو سيعلن في موقع إدارة الكوارث الطوارئ آفاد، من سيذهبون من المحافظات المنكوبة إلى هذه المحافظات سيتم التفقد، ما إذا كانوا أتوا من محافظات الكوارث هذه، ومن ثم سيتم تذليل السبل لإيوائهم. وإذا طلبوا إخلاءهم إذا لم يتمكنوا من الذهاب بأنفسهم فسيتم أيضا نشر المعلومات والإعلان عن نقاط التجمع ونقاط الإخلاء. إذا نظرنا من جانب الغذاء أيضا بخصوص الإيواء أذكر النقطة هذه أيضا،
بخصوص شأن الإيواء، المخيمات يتم تأسيسها في مناطق الكوارث ويتم توزيعها بشكل فردي، وأيضا يتم إنشاء المخيمات بشكل متكامل، أيضا ركزنا على هذا، وأيضا توزيع الخيم والبطانيات لا سيما ومع برودة الجو. البطانيات التي تم توزيعها والتي على وشك التوزيع ما يقارب 900,000 بطانية، ما يقارب 1,000,000 بطانية تم توزيعها وهي على وشك التوزيع، وهذا رقم سنصل به إلى 1.5 مليون ومليونين قريبا جدا. وبالنسبة للخيام أيضا، الخيام التي وصلت إلى الميدان بالفعل والتي هي على وشك التوزيع وصل عددها إلى 100,000 خيمة شاملة الخيام التي هي على وشك التوزيع. لو تذكرون أمس كنا ذكرنا كانت هناك مناطق مغلقة خارج أماكن الكوارث كما هي في منطقة قونيا وقيصري، هنالك مناطق كانت مغلقة، الطرق أغلقت في بعض المناطق، وأيضا في نوردال بسبب كارثة الزلزال كان السير هناك، كانت حركة السير هناك مغلقة، هذا أثر على تحركنا طبعا بشكل كبير. لكن اليوم هذه المنطقة تم فتح السير فيها على مسرب واحد أولا، ومن ثم تم فتح كل المسارب، وهذا طبعا سرع التحرك على القطاع البري وسهل أعمال الإيواء. وأيضا بشأن المخيمات كما تعلمون المخيمات السكنية ومخيمات المساكن المتنقلة، لتقييم هذه المراحل نواصل أعمالنا وبدأنا بأعمال السكنات المتنقلة. بخصوص الغذاء ذكرت أنه ما يقارب 451,000 شخص سيتم توفير الغذاء لهم إلى جانب السكن. طبعا بالإضافة إلى ذلك وزارة التربية والتعليم أيضا هنا تقوم بجهد جبار، وكذلك الهلال الأحمر وكذلك منظمات المجتمع المدني. هنا أذكر لكم بعض الأمثلة من باب المثال لا الحصر من بعض إنجازات الوزارات. 400,000 رغيف خبز تم توزيعه في 4 محافظات، و 403,000 قوارير مياه، و 28 مطبخ متنقل في المحافظات العشر. هذه فقط إنجازات وزارة التربية والتعليم. أيضا في ألبستان وتركول وإسكندرون ونوردال وفي إصلاحية، في هذه المدن أيضا بخصوص الغذاء إلى جانب أنشطة إضافية هناك أعمال قائمة في هذه المدن أيضا، في إلبستان وإسني أيضا، ودعم إضافي يتم في هذه المدن. وبالنسبة للتعليم هنالك جهد جبار لتوفير فرص وإمكانات وزارة التربية والتعليم لخدمة الشعب. أنا هنا أشكر الوزارات مرة أخرى ووزارة التربية والتعليم أشكرها أيضا، الهلال الأحمر أيضا لأنه أيضا يقوم بترأس لجنة العمل هناك، يقوم بجهد كبير على قطاع توفير المياه وتوفير الغذاء أيضا، وأيضا على مجال تأسيس أفران الخبز في المحافظات وفي المدن التابعة للمحافظات. هنالك جهد كبير يبذله الهلال الأحمر، وابتداء من الغد إن شاء الله سنشهد نهاية للمشاكل المتعلقة بالغذاء والخبز ابتداء من الغد. وبالنسبة للطاقة، المولدات ما يزيد على 30 مولدا كنا قد أخذناها في قطاع الصيانة، بقي منها 6 أمس، وكنت ذكرت أن 2 سيتم تعميرها يوم أمس، تم تعمير 3 من هذه المولدات الرئيسية، وبقيت الآن 3 مراكز كهرباء رئيسية. نحن الآن في وضع نوفر فيه الكهرباء بشكل
أسهل وابتداء من الغد سيتم توفير كهرباء إلى القطاعات التي إلى المناطق التي لم يتم توفير كهرباء التي لا يتم توفير كهرباء فيها، لكن بتدرج بحسب الظروف. طبعا في مناطق الأنقاضي لأن لا يتسبب هذا في كوارث أخرى، نحن هنا نولي هذا الأمر حساسية كبيرة أن لا تتفاقم الكارثة. بخصوص الاتصال أيضا نوفر التسهيلات بشأن الاتصال لأن هذا مرتبط بشكل وثيق بالكهرباء كما تعلمون. بالنسبة للاتصال سيدتي وسادتي، كنا مع جانب من كلمة فؤاد أقطاي وهو نائب الرئيس التركي الذي كان يعدد الجهود التي بذلتها حكومته لكي أولا تخفف من آلام الذين فقدوا بيوتهم نتيجة الزلزالين، ثانيا لكي تدير عمليات الإغاثة، وخصوصا أنه هناك تدفق من أكثر من دولة، تحدث عن 70 دولة إما عرضت أو قدمت بالفعل مواد إغاثية أو فرق للإنقاذ للإسراع بإنقاذ العالقين تحت الأنقاض. وأخذ يعدد التفاصيل ودور كل جناح من أجنحة الحكومة التركية في تقديم ما يغيث أو ما ينقذ أو ما يخفف الآلام في المحافظات التي نكبت بالزلزال المدمر. هذا يجعلنا طبعا نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يضاعف هذه الأيادي البيضاء وأن ينقذ كل المنكوبين في تركيا، لكن هذا يجعلنا نتساءل ما الذي يمكن لسوريا أن تقوله في هذا الشأن؟ هل هناك ما يكفي من طاقة وموارد وإمدادات إغاثية وإنسانية من الخارج تمكن الحكومة السورية من تقديم نفس النوع من الإغاثة والإنقاذ والإيواء والمواد الأساسية لمن فقدوا بيوتهم؟ هذا السؤال الذي أوجهه للدكتور نضال شقير الذي يشرفنا من دمشق. دكتور نضال، شاهدت فؤاد أقطاي وهو يعدد ما تقدمه حكومته، ما الذي تقدمه سوريا؟ ما الذي في يدها أن تقدمه إن شئنا الدقة؟ حقيقة الجميع يعلم الوضع في سوريا وخاصة الحصار الذي تم الاقتصادي وقانون قيصر الذي جعلنا حقيقة بحاجة إلى كل الأساسيات في البلد من الكهرباء والغذاء والماء والطاقة إلى آخره. برغم كل هذه الظروف هناك تعاون حقيقة مجتمعي وأهلي ومحلي وتعاون من الجوار. حقيقة دول الجوار قدمت، العراق قدمت عدد كبير من المعونات، الجزائر قدمت، إيران، روسيا، مجموعة من الدول، حتى لبنان، جميع يساعد ويساهم حقيقة في يعني مساهمة في حل ومساعدة يعني متواضعة لحل ما هو موجود هاي الكارثة. حقيقة نحن حجم الكارثة كبير، نحن في أزمة وجاءت الكارثة، وهذا الوضع حقيقة الوضع الجو كمان يزيد الطين بلة. نسأل الله العلي القدير أن يخفف حقيقة على الأهالي والمصابين والضحايا وأهالي الضحايا، فالوضع مؤلم ويجب أن يكون هناك تعاون دولي أكبر مما هو موجود. نأمل وتجاوز تجاوز لسفاسف السياسة واختلاف المواقف، لأن الأرواح البشرية مهددة ولها الأولوية يا دكتور. تماما، نحن نأمل ذلك. لذلك يجب في الكوارث أن الدول والناس تتجاوز كل الخلافات وحتى المشاكل السياسية، البشر هن يعني مسؤولية الجميع. يا رب يا دكتور، يا رب يا دكتور. سؤال أخير لي الوضع صعب
جدا جدا والله أقدر ذلك وقلبي يعني منفطر والله يا دكتور، لكن ماذا نصنع؟ يعني مهنتنا تجبرنا على أن نواصل حتى ونحن يعني ننقل أخبارا أليمة من هذا النوع، قلوبنا معكم والله يا دكتور نضال. بارك الله بكم، أكرمك الله يا سيدي وخفف عنكم. سؤال أخير للدكتورة مارلين. دكتورة مارلين، كنا قد علقنا سؤالا عن علاقة موجات تسونامي بالزلازل، لكنني أحب أن أسألك وأرجو أن تكون الإجابة باختصار أيضا عن ما يشاع إنه الحيوانات يمكنها أن تشعر بالزلزال قبل وقوعه بفترة، ولهذا تجدينها تهرع لكي تختبئ تحت منضدة أو تخرج من البناية إلى آخره. ما هي حقيقة ذلك؟ هذا أولا. ثانيا، موجات تسونامي. صحيح، سجل صلة توصل إذا بدنا بين حركة حيوانات غير طبيعية سبقت زلازل مدمرة صارت بالعالم، ولكن هي ذات الحركات رجعت صارت بذات المناطق وما صار وراها زلازل، فبالتالي بعد ما الدراسات يعني أو ما في صلة علمية مثبتة بين حركة الحيوانات أو حتى الغازات اللي ممكن تنبعث مثل الرادون أو الحقل المغناطيسي اللي ممكن، يعني في كتير ظواهر أنا حكيت عنها يعني بالعموم بأول الحلقة، أنه في ظواهر عم بيلاقوها عم بتصير وبيجي وراها هزات مدمرة، فبيتكلوا عليها بترجع بتصير بذات المكان وما بيجي وراها هزات مدمرة. ده علم، علم شديد التعقيد يا مهندسة مارلين. نعم نعم نعم. وبما أنه هو فتي فللأسف نحن مننطر الهزة تصير أو الزلزال تيصير لنتعلم أكثر. ولح بتشوف بالأيام الجاية لح بيصير هلأ بس تقطع يعني هلأ الأولوية للإغاثة، فكل المساعدات للإغاثة، ولكن بعد كم يوم رح نشوف فرق من جميع أنحاء العالم. صحيح. فرق علمية رح تبلش تجي على منطقة تركيا. طيب. وسوريا. أما بما يخص التسونامي. أيوة تفضلي. التسونامي هو له شروط تيصير. بده يكون أول شيء الهزة صارت بالبحر، بده تكون الهزة هي هزة الحركة فيها بتكون عمودية، فبالتالي بيصير في عنا تحرك لقسم من المياه بيحينتج عنا موج، هالموج هو منسميه موجة تسونامي اللي هو بس يوصل على الشاط ممكن يعمل أضرار. ولكن هالهزة اللي صارت بتركيا ما كان في خطر انه تنتج عنا امواج تسونامي، والدليل انه الاجهزه اللي بترصد تغير امواج البحر سجلت مش اكثر من 20 سنتي تغيير. صحيح. في علو موج البحر. سيدتي الكريمه، استغل هذه الفرصه كي ادعو الله سبحانه وتعالى ان يهدي مصاصي الدماء على السوشيال ميديا الذين يزيدون الطين بلة ولا يكفيهم الأثار الفادحة لهذا الزلزال، بل يشيعون إنه موجة تسونامي ستغرق كل المدن على شاطئ المتوسط إلى آخره، فيصيبون باقي سكان الإقليم بالرعب. ربنا يهديهم يا باشمهندسة مارلين. شاكر جدا للمهندسة مارلين البراكس، مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء، وافر امتناني لسعادة الدكتور نضال شقير أستاذ في قسم الجيولوجيا وقسم علم الزلازل بجامعة دمشق. أحملك أمانة يا دكتور نضال التعازي لأهلنا في سوريا، ولعل هؤلاء الذين أصيبوا يشفون سريعا، ولعل الله ينفث السلوى والعزاء في نفوس ذوي الذين رحلوا. بعد فاصل قصير سوف نتأمل حقيقة تشبه القانون الفيزيائي، العلاقة بين مصر والسعودية هي محور ثبات وبقاء النظام العربي، دون ذلك لا يتبقى منه شيء. هذا ما سنتأمله معا من القاهرة عاصمة الخبر.
دون القاهرة عاصمة الخبر، العلاقات المصرية السعودية كانت وما تزال متميزة، تتسم بالقوة والاستمرارية والتطور، وهذا ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حين قال: أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حين قال كذلك: لمصر في نفسي مكانة خاصة، ونحن في المملكة نعتز بها وبعلاقاتنا الاستراتيجية المهمة في العالمين العربي والإسلامي. العلاقات المشتركة والمصالح المتبادلة بين السعودية ومصر على جميع الأوجه السياسية والاقتصادية والتجارية لها تاريخ وجذور من الترابط والتماسك في السراء والضراء، كما أن التنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين الشقيقين، والذي يهدف لمواجهة كل مشاكل وأزمات المنطقة إلى جانب مواجهة التهديدات المتلاحقة والتحديات الهائلة التي تهدد الأمن القومي العربي. الآن ينضم إلينا من استوديو النيل بالقاهرة الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي، وكذا ينضم إلينا من الرياض عبر تطبيق سكايب الأستاذ سامي المرشد الكاتب والمحلل السياسي، ومعه أبدأ. أستاذ سامي، لعلك تتفق معي سيد الكريم في أنه في ظل ما عاناه العالم العربي خلال العقد الماضي من آلام فادحة وضربات في خصره ومن سعي لتفكيك دوله الوطنية، يظل محور مصر السعودية هو الرابط لما تبقى من النظام العربي، ونحمد الله سبحانه إن هذا الرابط وثيق ولم ينفصم ولن ينفصم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أحييك وأحيي السادة والسيدات المشاهدين، وتحياتي لضيفك الكريم. الواقع كما ذكرت بالتأكيد أنا أتفق معك تماما، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية كانا وما زالا وسيبقيان جناحا الأمة العربية، علاقات متينة على مر التاريخ. كل المحطات التي مرت بها المنطقة كان التنسيق السعودي المصري دائما هو الجامع لكل شؤون الأمة، وسيبقى كذلك. يعني المنطقة كما ذكرت في العقد الأخير مرت بزلزال كبير ومؤامرات حيكت لتفتيت هذا الوطن العربي، وكان على ذكر الزلزال أستاذ مرشد، هناك زلازل تصنعها الأرض وهناك زلازل يصنعها بعض الحاقدين الشانئين. أحسنت. بالضبط تماما. يعني هذا الزلزال الذي أتحدث عنه هو الذي صنعه هؤلاء الحاقدين الشامتين أصحاب النفوس الدنيئة والمرضى، الذين حاولوا أن يعملوا مع الأعداء ضد أوطانهم. صحيح. وحاولوا تمزيق الدولة الوطنية العربية، واستطاعت الحمد لله جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بالتضامن والتعاضد أن يفشلا هذه المخططات، وعادت والحمد لله مصر القلب العروبة النابض دائما، والدولة العربية الأكبر، إلى دورها الريادي لتكمل الدور السعودي القيادي أيضا، وتمكنا من لم الشمل وإعادة اللحمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وما زالتا في الواقع. صحيح. في هذا. صحيح. الطريق. نعم. صحيح. أذهب الآن إلى استوديو النيل بالقاهرة حيث الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، لماذا نرى الخط الدافئ الواصل بين الرياض والقاهرة هدفا لسهام أعدائنا باستمرار؟
مساء الخير وأحيي حضرتك، واسمح لي وعزي في البداية الشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال. نعم. وألتقط كما أشارت حضرتك لفكرة الزلزال، الزلازل السياسية بعيدا عن الزلازل الجغرافية بقى. العلاقة بين مصر والسعودية هي علاقة مستهدفة، وخليني أواجع معك التاريخ القريب في 20 عام الماضية على سبيل المثال. هنجد أن هناك بشكل موسمي يشاع بعض الغبار عن هذه العلاقة في إطار الاستهداف الكبير الحاصل لهذه العلاقة الاستراتيجية التي أسس لها الجغرافيا، أو أسست لها الجغرافيا وعمقها وأصلها الدين واللغة، وامتدت بطول التاريخ الكبير للدولتين. ويمكن واحد من السلبيات اللي بتحصل عند التعامل مع هذه العلاقة أن بعض الأطراف اللي بتناقش العلاقة أو بتتعامل معها أو بتتحدث عنها بتختزلها في مرحلة أو في ظرف زمان أو في ظرف مكان. صحيح. هذه علاقة ممتدة لسنوات طويلة، يليق بنا أن احنا نتحدث عنها خلال قرن على سبيل المثال من الزمان، وكيف كان العطاء متبادل بين الدولتين طوال هذا القرن، وكيف تضافات جهودهم طوال هذه السنوات لصالح الشعبين في البلدين. وطبيعة أو العلاقة يا أستاذ محمد إن سمحت لي النظر فضل. إلى هذه العلاقة على أنها تأسيس لمستقبل ليس فقط الدولتين ولكن لمستقبل الإقليم الحقيقة. صحيح. وأعود لحضرتك في جزئية الإقليم. أنا يمكن عندي تصور يمكن أكثر شمولية إن هذه العلاقة ثباتها واستقرارها هو ضمان لثبات جزء مهم من العالم، بل العالم بأثر. نعم. أنت بتتكلم عن دولتين يمثلا هيمنة روحية على ربع سكان العالم من المسلمين، يمثلا ضمانة واستقرار لمنطقة هي بتعج بقلاقل وباضطرابات إقليمية. مصر والسعودية جناحي الأمن القومي العربي حقيقة لا ينكرها أحد، ولذلك هي علاقة دائما مستهدفة من أطراف إقليمية، من أطراف تريد الضاء لكلا الشعبين. وأعتقد أن قيادة البلدين لديهما حس ووعي كبير بعمق هذه العلاقة، ودائما هناك تواصل وهناك يعني تنمية لهذه العلاقة، وهي لا تتوقف عند مرحلة أو عند ظرف في أي حال. دون شك، وهذا ما نراهن عليه أستاذ محمد. أعود إلى الرياض حيث الأستاذ سامي المرشد. أستاذ سامي، دعني أكون صريحا معك سيد الكريم، مواقع التواصل الاجتماعي بالطبع لها فوائد، لكن فيها بعض الزوايا التي تشبه الأورام السرطانية، هذا الذي يسمي نفسه مش عارف الصقر المصري ويشتم السعودية، وهذا الذي يسمي نفسه أسد السعودية ويشتم مصر، ثم نكتشف أنه لا هذا سعودي ولا هذا مصري. وما أريد أن أعرفه منك، لماذا هناك بعض الأطراف في مجتمعاتنا هشة أمام هذا الخداع الواضح سيد الكريم؟ نعم، للأسف الشديد يعني وسيلة التواصل الاجتماعي مثل أي وسيلة أخرى يعني ممكن تستخدمها للخير وللإيجاب، وممكن أن يستخدمها ضعفاء النفوس للسوء وللأضرار بمصالح الناس ومصالح الدول. هنالك طبعا استغلال لهذه الميديا بشكل مكثف، ويدخل على الخط أعداء الأمة عادة. نعم. ومثل ما ذكر حضرتك يعني تكتشف أن لا هذا سعودي ولا هذا مصري، وهنالك مع الأسف حتى دول تجند يعني أعداد هائلة من الحسابات لتشعل النار وتحاول أن تزيف، ولكن دائما يصطدموا بالحقيقة ويعودوا إلى الواقع خلال فترة قليلة وبسيطة كما حصل
في الأسبوع الحالي. لكن سؤالي يا أستاذ سامي، لماذا بعض أطراف مجتمعاتنا يمكن أن تنخدع بهذه الحيل المفضوحة؟ يعني مع الأسف الشديد هنالك نوعان من يعني أبناءنا في الوطن العربي، مع الأسف الشديد هنالك السذج الذين يعني يمشوا مع التيار، يعني يسمعوا كلمة وخلاص، يعني تجلبهم العاطفة ويعتقدوا أنهم يدافعوا عن وطنهم وفي الحقيقة هم يضروا ببلادهم. وهنالك النوع الآخر اللي هو أشد خطرا، الخبثاء الذين لهم أهداف يعني من إيديولوجيا أو حزبية ويتمنون خراب هذه العلاقة، لذلك تراهم ينشطون ويضخمون الأمور ويبالغون في ذلك إما عن جهل أو عن سوء نية. ولكن مرة أخرى يعني والحمد لله دائما هذه العلاقة المصرية السعودية المتجذرة كما ذكر ضيفك الكريم، يعني في اللغة وفي الدين وفي التاريخ المشترك وفي الجغرافيا وفي محطات كثيرة مرت على الأمة. يعني أنا فقط أريد أن أذكر أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في بداية في ريعان شبابه كان أحد المتطوعين في الجيش المصري في عام 1956 عندما تعرضت مصر للعدوان، ومحطة حرب 67 ومحطة حرب الجيش المصري البطل عندما حقق النصر في 73، وكل هذه المحطات ومؤخرا ما سمي بالربيع العربي، وهذه كيف المملكة العربية السعودية وضعت كل ثقلها ولم تفكر حتى في مصلحتها الوطنية، قالت مصر أولا، وكذلك جمهورية مصر العربية. نسمع دائما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين عندما يتحدثون في الإعلام ويقولون أمن الخليج من أمن القوم المصري، من صحيح الوطن صحيح المصري والقوم والأمن القومي العربي كل لا يتجزأ. أخي الكريم، هؤلاء السذج سواء كانوا سعوديين أو مصريين أو مندسين لا يؤثرون بهذه العلاقة، فرجالات مصر ورجالات المملكة يعني لديهم الحكمة ولديهم الواقع، ولم نرى في التاريخ الحديث خلاف مصري سعودي، إنما كل همهم دائما هو الحفاظ على أمن المنطقة ومساعدة الدول العربية المنكوبة على أن تقف على أرجلها مرة أخرى، وقفا جميعا، وقفنا معا أمام كل المخططات من الدول الإقليمية ومن الجوار. والله لكننا والله يا أستاذ مرشد، لو أننا لا قدر الله لو أن العلاقة انفصمت فسنصبح لقمة سائغة حتى لغير ذي الأسنان. بالتأكيد أخي الكريم، لذلك هم يحاولون، لذلك هؤلاء يحاولون دائما ضرب العلاقة السعودية المصرية، لأنهم يعلمون هذه الحقيقة. صحيح. يعلمون أن يعني إن استطاعوا لا قدر الله بث الفرقة والخلاف بين هاتين الدولتين ولن يستطيعا، كل الأمة العربية في خطر وكل الأمن القومي العربي صحيح في خطر، لذلك هم لا يكفون عن المحاولة ولا يأسون، ولكن دائما نحن لهم بالمرصاد، وعلاقاتنا ووشائج القربة والتاريخ والجغرافيا وكل المحطات التاريخية تثبت أنهم يعجزون دائما وسيعجزون إلى الأبد. مصر والمملكة العربية السعودية سيبقيان معا، لا نلتفت لكاتب هنا وكاتب هناك أو ساذج هنا أو ساذج هناك، العلاقات بين القيادتين متينة وقوية وعلى أعلى المستويات، والعلاقة بين الشعبين معروفة للجميع وستبقى إن شاء الله. يا سيدي بوركتا وطبت، أذهب إلى القاهرة بسؤال أخير. أستاذ محمد، الزملاء يقولون لي، يتحدثون عني، أنا انشغلت بالأسئلة ذات البعد الوجداني ولم أسأل عن الاقتصاد، هل يمكنك أن تجمل لنا العلاقة الاقتصادية الوثيقة بين البلدين الشقيقين؟
العلاقة الاقتصادية بين مصر والسعودية في أوج نجاحها وفي أوج تألقها خلال عهد الرئيس السيسي والملك سلمان، ويمكن القاهرة شهدت زيارات متتالية لولي العهد السعودي، يمكن كان آخرها في منتصف العام الماضي، وشهدت توقيع أكثر من اتفاقية مهمة، وربما هناك استثمارات ضخمة للصندوق السيادي السعودي في القاهرة. هذا الحجم الكبير من التبادل الاقتصادي ومن العلاقات الاقتصادية المتكاملة بين البلدين ربما هو ما يجعلها دائما علاقة مستهدفة. من خطورة تنامي هذا التعاون الاقتصادي لأنه بيمثل استقرار كبير للشعبين المصري والسعودي، وهو داعم لهذه العلاقة. خلينا كمان نتكلم عن جزء مهم في العلاقة بين مصر والسعودية، مرتبط بأن أكبر جالية مصرية في الخارج موجودة في السعودية. صحيح. وأكبر جالية سعودية موجودة في الخارج موجودة في مصر. وهذه أرقام رسمية، بنتكلم في 3 مليون مصري في السعودية وقرابة 400 ألف إلى نص مليون سعودي في مصر. هي أرقام تعني التداخل والتشابك في المصالح إلى أبعد مدى. كمان خليني أرجع بس لنقطة يمكن تكون بعيدة عن الاقتصاد لكن قريبة بحديثنا الشامل طبعا. أكيد لكن معظم ما يشاع ما يصا حول العلاقات بين مصر والسعودية سببه أن البلدين دائما متوافقين، أن مواقف البلدين دائما متشابهة، أن هناك اقتراب دائم بينهما. لهذا عند حدوث أي اختلاف أو خلاف، وهذا أمر طبيعي ويحدث بين كل الدول في العالم في مواقف وفي ملفات مختلفة، يشاع ذلك ويكثر الحديث عنه، وهي أحاديث مفتعلة. صحيح. لأن هذه العلاقة صحيح. دائما مستهدفة. سيد الكريم، ندعو الله سبحانه وتعالى أولا أن ينعم برحمته على هؤلاء المنكوبين في سوريا وفي تركيا، وأن يرينا عجائب قدرته في إنقاذ العالقين في هذا البرد الأليم هناك. هذا أولا. ثانيا، ندعوه سبحانه أن ينعم على هذا الإقليم ببقاء وتوثيق العلاقة بين قطبيه في القاهرة والرياض. شاكر جدا لضيفي الكريمين من القاهرة، الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي، وكذا من الرياض عبر سكايب الأستاذ الكريم سامي المرشد الكاتب والمحلل السياسي. حين ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكب رحماته على هؤلاء المنكوبين في سوريا وفي تركيا، نرجو منكم أن تقولوا آمين. هنا القاهرة عاصمة الخبر.